كما أننا نهتم بالقرآن لابد نهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية. عندنا متن مختصر 40 حديث يسمى نعم الأربعين النووية. هذه الأحاديث يعني انتقاها الإمام النووي منتقى من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بها. موجودة باللغة العربية باللغة الإنجليزية مع شرح مختصر وتستطيع أن تحفظها وتدرسها وتعمل بها بإذن الله.